استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب السيد بيير فيراتشي رئيس نادي باريس اف سي الفرنسي الذي يلعب بشعار فيكتوريس البحرين، وفابريس هيرلوت نائب المدير العام واللاعب البرازيلي السابق راي سوزا. وفي بداية اللقاء أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود البارزة التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي باريس اف سي الفرنسي والهادفة إلى تأكيد مكانة النادي في كرة القدم الفرنسية وتهيئة الأجواء المثالية للفرق الكروية في تحقيق رؤية النادي عبر تحقيق النتائج الإيجابية. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تواجد اسم فيكتوريوس البحرين في النادي الفرنسي يعد مكسبا للترويج لمملكة البحرين وإبراز إنجازاتها في مختلف المحافل الرياضية، ويحقق رؤية المملكة الاقتصادية للعام 2030 التي تشدد على استغلال جميع الفعاليات والمناسبات الرياضية وغيرها باسم مملكة الغالية، مشيرا سموه إلى مملكة البحرين إلى أن مملكة البحرين سجلت العديد من الأرقام في الفترة الماضية بفضل تواجد الاستثمار البحريني في السوق الأوروبي في الجانب الرياضي. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن نادي باريس اف سي الفرنسي بشعار فيكتوريوس البحرين يمضي بخطى ثابتة نحو المزيد من التطور والازدهار، مشيدا سمو بنتائج الفريق في الفترة الماضية. وأتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كل التوفيق والنجاح لنادي باريس اف سي الفرنسي في الفترة القادمة. هذا وتسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة هدية تذكارية عبارة عن قميص النادي باسمه ورقم سموه 13. من جانبه أعرب السيد بيير فيراتشي رئيس نادي باريس اف سي الفرنسي عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم سموه المتواصل للنادي، حيث ساهم هذا الدعم والاهتمام من سموه في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة، مبينا إلى أن الإدارة حريصة على مواصلة العطاء وتوفير البيئة المناسبة للفرق الرياضية في النادي.